بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الشيخ شعراوي اليوم الله يرحمه، أنا سمع تلك من هناك حكمة. أنا سمع: لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدبر الله له أموره، وأنه أرحم به من أمه، لذاب قلب العبد محبة لله، ولا تقطع قلبه شكرا لله. شيخ شعراوي رحمة الله عليه، أنا سمع: لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدبر الله له أموره، وأنه أرحم به من أمه، لذاب قلب العبد محبة لله، ولتقطع قلبه شكرا لله. نعم، رحمة الله عليه، عارف ليش جنبه من إنسان جوا رحمة من زمجو جوا جواك. أنا سمع: لو كشف الله الغطاء كيفونيك شوشوتي كده تنيكفونيك كيتو كيسيونيكاني. لو كشف الله من زمونك كما أن جديون دوا الغطاء كيفونيكو اللي عبده إلي منيش مجواك بلو في شيكا، يعني لو كشف الله الغطاء لعبده، لو من زمونك أن جديون فنولي مجواك كوكومونيشا، يعني ما مبغم بايو أسيو أجوه أسيو كوا يا ظاهر، أكمونيشا إلي سيري داني، وأظهر له أكم ظهريشيا نكومونيشا كيف فيبي يدبر الله له أموره، نمنا قاني ميزي مونغو عنو فمتنجنزيا مامبو ياكي مجا هويو تزاما ومجا تزاما نمنا قاني رحمة زانغو جو ياكو نفو كتنجزيا مامبو ياكو يكي دنيا نا يا خيرا. بس ينجلكوا ميزي مونغو أمفنوا كيفونيكو أمفيتوا يلي وفيتيكا نكم ظهرشيا مجواكي نمنا قاني كمونيشا عنو فمتنجزيا مامبو ياكي كيف يدبر الله له أموره، وأنه نيكم بي الله أرحم به من أمه، نمنا قاني عليفيو عن رحمة زيج كليكو حتى مماكي نان يسي جوا تابو ما نما بينزي ماما جوا منالي مزامنيوي، نمنا قاني ماما روحو ينمتوكا كواجليا يولي علي مزاق مناوي. بس يا أنجلونا أنا مرقان مزيمكو أرحم به من أمه، كما مزيمكو أنا رايح مزيلي كلكم وماكي، لذاب قلب العبد أنا سيما مويو ومجهويو ونجلي يوكا كونيني محبة لله كوكم بين الله أنجلي زيدي ما بنزياكي أنجلي زيدي جوا مولاكي أنجلي زيدي كم بين الله سبحانه وتعالى مبكا مويو انجليا يوكا كو جيلي ما بينزياك جو الله. ولا تقطع قلبه نمويواك انجلي كتيكا كتيكا كو جيلي نيني حاجونا من لقاني مشكور من زموكو بس مويو ولا تقطع قلبه شكرا لله كوكو مشكور من زموكو. طبعا من لقاني تنجوا رحمة من زموكو ورحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله زمينيا كلا كتو تنجوا كيسة منامكي alikuwa anamtafuta mtoto wake akaangaika mpaka akamwona mtoto wake, akamchukua akambana katika tumbo lake kwa ile furaha ya kumpata mtoto wake. Fa ardhaathu, akamnyonyesha. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mandhari kama hii na masahaba wako alivyoona namna gani mwanamke mapenzi juu ya mwanawe, namna gani ile furaha baada ya kumwona mwanawe, hali namna gani alivyomkumbatia na kumnyonyesha, Mtume sala salam akatumia mfano kuonesha rehma za Mwenyezi Mungu. Akauliza masahaba, atarauna hadhihi almar'ata, yote mshaona nyie. Je, conclusion sasa, mnafikiria huyu mwanamke tarihatan waladaha fi nar, kweli anaweza kumtia mtoto wake motoni? Yani Mwenyezi Mungu hamtii mja wake motoni ila baada ya njia zote zishe, takuna sahiwa na kuletewa hidaya na kukumbushwa na tena na tena. Alivyouliza swala hili, atarauna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha fi nnar, mnahisi mwanamke huyu kweli anaweza kumtia mwanawe katika moto?
قلنا لا والله هاويزي والله هاويزي هو مانامكي ومشمانه ايه زمان انا منغاني الفوبوتيا كان متفوت انا منغاني الفوكو انا انغيكا بس انا سيما لله ارحم بعباده من هذه بولدها والله مزمونغو انا رحمه زيدي كو جواكي كلكم مانامكي هو كو مناوي فايبو مزمونغو أمانديكا فهو عنده فوق العرش أمانديكا إن رحمتي تغلب غضبي رحمة زانغو دينا غليب نقشين غضب زانغو نعم سبحانه وتعالى من النهاية دينا تفانيا تؤميني كم بمزمونغو دائما نتكي خيري نا علاقة بين مجا na mula wake kama atatekeleza wajibu wake mja basi asiwe na shaka asiwe na shaka kwanza ataingia katika listi ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu walio wa Mwenyezi Mungu yani mpendwa na mwenye kulindwa Mwenyezi Mungu ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun wapenzi wa Mwenyezi Mungu hawana hofu wala hawazuniki wanatekelezewa yote waqala rabbukum ud'uni astajib lakum niombeni tu na nitakujibuni na alivyosema idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an ajua mimi niko karibu naye anapoomba mja basi nampa pale pale basi muhimu shuruti zake Mwenyezi Mungu simize falyastajibu li وليؤمنوا بي ونجيب بمعنى نيني وتكليزي استجابة مطالبي نزمك ونتاكا وتكليزي يالينا ويتاكا طاعة عشا معصي تكليزي عبادة ذاكي نالو تشكو أمريشا واشارو كرتازا نا هاي كمو تكليزا وتونا نمرقان نزمك ونبو دبر منبوياك ونبو كتنجزي منبوياك ويوتي kwa njia rehma ilikuwa juu kabisa. Hadha wallahu aalam.